خطيرة. إيش تاكل عبد الله؟ كيكة شوكليت مرة لذيذة، لازم تجربينها. شكرا. لكن تعرف إن في ناس ما يقدرون يأكلون هذه الكيكة اللذيذة؟ ليش؟ لأن عندهم حالة تسمى السيلياك، لكن إحنا ما نعرف معلومات كثيرة عنها. معنا تتحدث عن السيلياك، رحبوا معنا بالمتحدثة دينا بوزير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي دينا عبد الرحيم بوزير، وجيت اليوم عشان أكلمكم عن السيلياك. قد سمعتوا عن شيء اسمه سيلياك؟ اللي قد سمع عنه يرفع يده. أغلبكم ما سمع عنه طبعاً، وأنا زيكم ما سمعت عنه إلا من 4 سنوات تقريباً. لما كنت صغيرة كان عندي أعراض كثيرة ما كنت أعرف سببها. كنت أتعب المشي وما أحب الرياضة لأنها مجهود بالنسبة لي، وكان عندي ألم بركبي ومفاصلي، وكمان كان عندي ألم في كان عندي فقر دم ونحف شديد، لدكاترة ما عرفوا له أي سبب، ومن دكتور لدكتور ومن مستشفى لمستشفى لمدة 2 سنين أو أكثر، ما عرفوا كيف يشخصون حالتي، كنت زي اللغز بالنسبة لهم. بس بعدين روحت عند دكتور أسعد عسيري وقال لي أنت عندك سيلياك. إيش يعني سيلياك؟ سيلياك يعني ما أكل جلوتين. طيب إيش يعني جلوتين؟ جلوتين يعني ما أكل قمح. فزعلت إني ما رح أقدر أكل كل هذه الأشياء، لأنه قمح يعني خبز، كيك، بسكوت، مكرونة، كان في أشياء كثيرة. بعدين أنا وأمي بحثنا أكثر، اكتشفنا إن الجلوتين مو بس موجود بهذه الأشياء، موجود في الصلصات والحلويات والشوكولاتة والتبولة اللي أنا أحبها. فكانت صدمة لي اللي ما رح أقدر أكل كل هذه الأشياء. بس الحمد لله أقدر أكل خضار ورز ولحوم وأشياء كثيرة كمان. بعدين أنا وأمي بحثنا أكثر واكتشفت إني أقدر أكل كل، فبحثنا في الإنترنت وقرينا كتب، واكتشفت إني أقدر أكل خبز وكيك وبسكوت وأي شيء ثاني أبغاه، بس المكونات ما يكون فيها قمح أو شعير أو أي شيء ثاني يحتوي على الجلوتين. بعد التزامي بالحمى وبعد التزامي بالحمى بقصير جدا اختفت عني كل هذه الأعراض ورجعت صحتي طبيعية الحمد لله. شوفوا شو هي الصعوبات اللي يواجهون الناس اللي زيي. اولا الاسعار مره غاليه، انتوا تشترون خبز بريال او ب3 ريال، احنا نشتري ب 15 20 او يمكن حتى 30 ريال. ثانيا عدو وعي الناس ومعرفتهم عن السيلياك، كل مره نطلع برا البيت لازم نشرح ونشرح ونشرح ايش هو هذا السيلياك. تذكرون كيف قبل شوي قلت لكم انه قرينا كتب؟ طيب هذه الكتب كانت باللغه الانجليزيه وقليل جدا كان بالعربي، فياريت تحاولوا تكتبون كتب أكثر بالعربي للأطفال اللي فيهم سيلك عشان يفهمون أكثر. وثالث مشكلة وآخر مشكلة، وأحيانا أروح سوبر ماركت بشتري لي حلاوة، فأنا أجي أقرأ المكونات عشان أعرف هذا الشيء خالي من جلوتين أو لا، وأحيانا ما تكون في مكتوب المكونات، فياريت وزارة التجارة تلزمون المصانع إنهم يكتبون المكونات ومعلومات التحسس من هذا الشيء خالي من جلوتين أو حتى اللاكتوز والمكسرات عشان كل أحد يستفيد. وساعد الناس واعيهم عن السيلياك، فسويت اكونت في انستغرام اسمه gluten_free_world. بهذا الاكونت احط فيه منتجات خاليه من جلوتين واحاول احط قد ما اقدر عشان اساعد الناس. تعرفون شو هو حلمي لما اكبر؟ حلمي اني اسوي مهرجان للمأكولات الخاليه من جلوتين، احط فيه كل الاكل والشركات الخاليه من جلوتين، وان شاء الله كلكم تحضرون. شكرا.